احلى ثلاث اهداف من خلال الاسبوع اللي فات، هنشوفهم دلوقتي مع حضراتكم وهنتكلم عن احلى ثلاث اهداف. زياد العرضيه قويه، صالح يا ولا جول، هدف حلو جدا، كره عرضيه هنشوفها دلوقتي، كره عرضيه ازبقي صالح نصر بالهدف، زياد طارق، وشوف صالح نصر حطها عكس حارس المرمى، هدف حلو جدا. ده الهدف الثاني طبعا بتاع نجمنا شادي رضوان مواليد 2001، وفي مهاره عاليه جدا، يعني تحس ان شادي رضوان بيلعب كره شراب في الحته دي، مهاره عاليه في مساحه صغيره جدا ويحطها بالتركيز ده، وبيركنها كمان، مش بيسددها اي حاجه، لا ده بيركنها وعارف بيحطها في انهي زاويه، تحس ان شادي رضوان يعني لعيب كره شراب. العرضيه طبعا حلوه من عبد الوهاب علي، عدى حلو جدا من ناحيه اليمين وعمل العرضيه، مهاره الاستلام في خرم ابره، مهاره المراوغه، مهاره انهاء الهجمه، دي كلها مهارات كتير تجمعت في شادي رضوان في الهجمة دي. ده الهدف الثالث معانا، محمد فخري الوافد الجديد من النادي الأهلي، حط كرة ثابتة بمهارة عالية، يعني بيفكرنا طبعا ببيرلو لاعب اليوفي ومنتخب إيطاليا على طريقة بيرلو. هنشوف تاني مع بعض دلوقتي الهدف، هو ما حطهاش من فوق الحيطة، حطها من تحت، عارف إن الحيطة في اللحظة دي بتنط لفوق فهو حطها من تحت. معانا دلوقتي تشكيل الاسبوع، افضل تشكيله تالقت خلال الاسبوع اللي فات وابرز المواهب اللي ظهرت خلال الاسبوع اللي فات. زي ما قلت لحضراتكم دايما في كل اسبوع بناخد افضل المواهب اللي اشتغلت كويس، اتمرنت كويس، ممكن يكون لعيب ظهر مستوى كويس لكن يكون عمل لقطه مش مميزه ما بناخدوش معانا، دايما بناخد افضل سلوكيا وافضل فنيا. فهنشوف مع حضراتكم دلوقتي افضل تشكيله لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي خلال الاسبوع اللي فات، هنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي. في حراسة المرمى محمد أشرف مواليد 2000، هو حارس محمد أشرف حارس مواليد 2001 ودايما بيصعد مع 2000. عندنا باك رايت زياد أسامة مواليد 2004 من العناصر الأساسية وصنع لحد دلوقتي 5 أهداف. عندنا محمد شكري باك ليفت مواليد 99 ومن العناصر الأساسية، وهو محمد شكري من اللعيبة اللي عندهم النزعة الهجومية وهو بيلعب باك ليفت وكان من أفضل اللعيبة في لقاء الجونة الأخير. عندنا محمد مغربي مساك مواليد 2000 وكان من نجوم مباراة بيراميدز الأخيرة اللي فاز فيها النادي الأهلي 3-2. عندنا برضو جنبه مصطفى إلياس مواليد 2000، مركزه الأساسي بيلعب باك ليفت لكن تم توظيفه في المباراة الأخيرة مساك وأدى فيه ببراعة. عندنا في خط الوسط أحمد نبيل كوكا، خط وسط مدافع مواليد 2001 من أفضل اللعيبة برضو اللي تألقت في مباراة بيراميدز الأخيرة. عندنا محمود بشار، محمود بشار ده من اللعيبة الواعدة، بيلعب خط وسط وجناح هجومي، بيلعب ممكن في نص ملعب دفاعي وممكن بيلعب تحت المهاجم في مركزين مواليد 99. عندنا احمد سيد غريب وده ابن الكابتن سيد غريب نجم النادي الاهلي السابق، جناح هجومي بيلعب تحت المهاجم مواليد 2002 واحرز الاسبوع ده 6 أهداف في لقاء الاهلي امام الشبان المسلمين. محمد فخري صانع مواليد 99، ده الوافد الجديد من غزل المحله، من اللعيبه ان شاء الله نتنبأ لها انه يكون موجود في الدرجه الاولى، وده كان اول اهدافه في لقاء الجونه احرزه على طريقه بيرلو اللعيب الايطالي. حمزه مصطفى مواليد 2004 بيلعب تحت المهاجم، احرز 2 هاتريك في اخر ماتشين امام النصر وامام الضرب الاحمر. عندنا مصطفى حسين افريقي الملقب افريقي، ده اسم الشهره بتاعه، مواليد مهاجم 2000، شارك في 30 دقيقة من مباراة شباب زينهم، كان بديل ونزل وأحرز 3 أهداف في المباراة دي. تشكيلة القطاع خلال الأسبوع اللي فات. معانا بقى كمان أحسن لقطة خدناها من المباريات اللي فاتت، هي كانت لحمزة مصطفى مع ميدو أسامة، اللي هيحرز الهدف في الكورة دي حمزة مصطفى، ده الهدف الاولاني اللي جابه، وهو بيحتفل بالهدف راح للكابتن محمد سعد مدربه، فالكابتن محمد سعد وهو يعني بيسلم عليه قال له روح لمعتز اينو. فاحنا دايما لما نشوف الروح الطيبه الروح الجميله ما بين الجهاز الفني وما بين اللعيبه دايما هنشوف نجاح وهنشوف دايما فوز وهنشوف دايما حاجه كويسه داخل القطاع، دي الروح كويسه. لقطة الأسبوع بقى الحلوة، اللقطة اللي معانا اللي بعد الهدف، هو برضو نفس اللاعب حمزة مصطفى بعد ما بيحرز هدف
بيروح بيحتفل بالهدف مع زميله في نفس الفرقه ميدو اسامه، والاثنين على فكره بيتنافسوا على لقب الهداف هما الاثنين. فلما تشوف الروح الطيبه في مواليد 2004 مع لعيبه صغيره، ده روح كويسه طبعا. دي لقطه الاسبوع عندنا ما بين حمزه مصطفى وميدو اسامه. لسه مستمرين مع حضراتكم دلوقتي ونشوف اهم الاخبار داخل القطاع عندنا.